يعني لما الطفل بيوعى على الدنيا بتترسخ بذكرياته كثير من الأفكار والكلام يلي ممكن يأثر على حياته المستقبلية بشكل كبير. واليوم مشاهدينا كثير من الأطفال بعد الأيام الأولى من الزلزال شافوا كثير أخبار عن الزلزال، شافوا صور لناجين، صور لمتضررين، وهذا الشيء أثر على نفسيتهم بشكل كبير. مثل ما بنقول إنه الأذى الجسدي هو مثله مثل الأذى النفسي. كمان شفنا أطفال عانوا كثير تحت الإنقاذ، بقيوا لساعات كثير طويلة، عاشوا وأصعب اللحظات. يعني أكيد صار عندهم صدمة مع بعد هالحالة يا رشا، ولابد أنه ننوه أنه الطفل ما بيكون عنده الوعي الزايد بأنه كيف ممكن يتعامل مع الزلزال. أكيد هايدي، ونحن من بعد الزلزال ومن بعد ما رجعنا لنستعرض عن جديد فقرات صباحنا غير، كل يوم كان عندنا فقرة أخصائي نفسي. اليوم لنقدر نتعامل مع هذا الطفل. اليوم في أطفال كتير صار عندهم نكران، صار صحيح. عندهم خوف أنه يتركوا أهليهم، لأنه الخوف اللي شافوه وبقي بذاكرتهم أكيد ما رح يقدروا ينسوه. اليوم كنا بأطفال الحرب، اليوم صرنا بأطفال الزلازل، يعني والله يعين بالنهاية. يعني أكيد لنحكي أكثر عن هذا الموضوع رشا، معنا اليوم مع الأخصائية التربوية لينيت يوسف. يسعد صباحك والحمد لله على سلامتك. يسعد صباحكم والحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك لينيت. اليوم عم نحكي عن الطفل اللي دائما الأنظار بتكون موجهة عليه. للأسف نحن بمجتمعاتنا العربية اليوم نحن ما فينا نجامل بهي القصة، غير المجتمعات الغربية دائما الطفل هو أساس بكل شيء بحياتهم، إن كان بنشأته، إن كان بطريقة التعامل، بخصوصيته، كيف انهم قادرين يتفهموا. نحن اذا بدي اخلي انا بنقول له سكوت، ما قدرانين نسمع هلا يعني صحيح. وخاصه هلا يعني نحن اليوم اوكي عم نعيش ضغط نفسي، الكل اللي عاش الكارثه او اللي ما عاشها عم بيعيش مثله مثل غيره. يعني هذا الطفل اليوم بده ملجا بالنهايه، يعني بده حدا يحسسه بالامان. شفنا وقت اللي وزاره التربيه اعلنت عوده المدارس كان في حاله من ما بدهم يروحوا، يعني صار في خوف كثير قوي. اليوم نحن كيف قادرين نتعامل مع هذا الطفل كان بالمدرسة أو بالبيت؟ بالبداية الله يرحم جميع ضحايا الزلزال ويحمي جميع أطفالنا. نحن اليوم قدام أزمة عن جد هي كتير كبيرة، لأنه نحن اليوم عم نعاني من مضاعفات نفسية أكثر من مضاعفات الجسدية. وقت اللي نحن عندنا مضاعفات نفسية نحن خايفين منها أكثر، لأنه هي أصلا ما أنا واضحة للعين، يعني ما أنا واضحة بالعين المجردة، مثل إذا إيده عم توجعه، إذا إجره عم توجعه، إذا هاي الموضوع عم يزيد خطورة. في شيء ثاني، نحن عندنا ما في خصوصية للطفل بكل مكان، في الخصوصية إلا نحن ما عنا. نحن قلنا تقريبا فوق 12 سنة عم نعيش ما بعد الحرب، خلينا نقول الطفل عم بيسمع كل حديث أهله، سواء قبل الكارثة هو عم بيعيش الحرب الاقتصادية، عم بيعيش الضغوط، عم بيعيش الغلاء، خزائف، يعني ما في خصوصية نهائيا. صح أكيد، يعني فما بالك هلأ. أكيد لينيت، يعني اليوم بعد هاي الكارثة، بعد هاي الصدمة، أطفال تلقت هاي الصدمة يعني كان في حالة ذعر وخوف، بينما أطفال اكتفوا بالصمت بدون أي ردة فعل، وبنفس الوقت كان في أطفال يعني صاروا يبكوا ويصرخوا. كيف ممكن اليوم نحن نقدر نتعامل مع كل شخصية من هدول الأطفال؟ قديش اليوم مهم يعني الدعم الفردي أو الجماعي لحتى نخلي يعني الطفل يعبر عن الشيء اللي عم يحس فيه أكثر؟ هلأ هون ببلش الاحتواء عندك من الأسرة، تحتويه من خلال فهمك لمشاعره، فهمك لاسئلته، مجاوبتك على الاسئله، احتضانك له، احتوائك له. لكن احنا ما رح نكتفي هون، لانه نحن مع احترامي الشديد لكل الامهات، لكن ممكن عندنا اخصائيات وقادرين يتعاملوا مع الطفل بالشكل الصحيح. صحيح. حلو نطلب المساعده، حتى الطفل اللي ما عبر نحن نضل عم نساله، لانه انا اذا ابني مثلا سكت وضل هذا الشيء مخزن بذاكرته وصار في عنده كبت، بصير عندي الموضوع لبعد فتره اصعب واصعب. طيب لينيت خلينا نحكي اليوم الأطفال، في أطفال فقدوا أهليهم، في أطفال فقدوا أمهاتهم، آبائهم، هدول بيكون لهم معاملة خاصة. يمكن هلا هنون نحن عم نحكي اليوم على مناطق منكوبة، يعني لسه ما رجعوا لحياتهم الطبيعية، وهنو صعب أكيد يرجعوا يعني بالشكل الطبيعي. هدول شو أهم شيء ممكن أنت تقدمي لهم نفسيا؟ يعني حكينا بالامان، حكينا اليوم في دور للطب للتخصص التربوي بالمدارس، يعني قد اليوم مهم نحن نفعل هي الثقافه. كثير مهم كثير. هلا انت وقت لي انا في عندي طفل طالع من تحت الزلزال هو عنده مشكلتين قبل حكينا فيها وهلا بنحكي فيها، هو عنده مشكلتين، هي مشكله الزلزال الكارثه اللي صارت قدامه، مشكله الفقد. يعني هو عم بيعاني هلا من فقد عزيز، هو حدا المسؤول عنه، حدا اللي بيحتضنه، حدا اللي بيسمعه. انا بدي يعني تعويضي، ما حنقدر نعوض، رعايه بديل الام. يعني انا بعرف الموضوع كثير صعب،
بس ما فينا نعود يعني نحن ما فينا نقول لك نص ساعة إنه تيجي حدا يسمعه نص ساعة ساعة ما بصير، بده حدا يستوعبه يحتويه دائم يعني بدال الأم تماما لحتى أقدر إنه أنا عم أقدم علاج فهيك لازم يكون العلاج. الحقيقة هو كتير صعب وكتير مكلف ومجهد للآخرين وحتى للدولة الله يعينها هلأ حاليا، بس إنه هذا الشيء ما في غير الحل. يعني بتقصدي اليوم الحوار مع الطفل اليوم نحن نقدر نحاوره ما نمنعه إنه يسترجع هدول الذكريات طبعاً. البشعين رح أحكي لك شيء، هلأ لا قدر الله صار حادث أليم معي مع أي إنسان، شو أول شيء بيعمله؟ أول شيء بيساوي بفكر بعد دقيقة دقيقتين إنه أنا بدي أتواصل مع أي شخص قريب، شخص بيقدر يسمعني. بلشت دقيت له حكيته إنه صار معي هيك، تخيل إنه صار معي هيك، ليك كيف بتصير القصة؟ بلش أنا أرتاح. صحيح. وأنا عم بحكي بقول له الحمد لله اللي صار هيك ما صار هيك، بلش عقلي يشتغل. صحيح. انتقلنا من المشاعر، أنا بالأول عم بحكي مشاعري عم ببكي عم بحكي مشاعر بعدين انتقلت للمنطق الحمد لله اللي صار هيك ما صار هيك. بهذا المنطق نفسه بدي أتعامل مع الطفل، بدي أسأله أول مرة وثاني مرة وثالث مرة شو صار، شو سمعت، شو اللي حسيته، شو اللي شفته، يعني نجاوب مع الطفل أكثر. بدي أسأله خليه يحكي خليه يفرغ خليه يتحول من مشاعر لمنطق إنه الحمد لله اللي صار هيك، شوف كيف صار، الحديث بالموضوع بحوله من مشاعر مكبوتة مشاعر تماما من شيء بيعمل لي أذى لشيء بيعمل لي مثل عنده خبرة صار عم يحكي معي بين السيء والأسوأ اليوم. أكيد. يعني اليوم بدي أسألك من خلال حديثك قديش دور المهم، يعني دور الأهل كتير مهم بهي الفترة لحتى يقدموا معلومات بسيطة يعني مناسبة لسن الأطفال كيف ممكن يتعاملوا مع الزلازل، يعني ما يخافون على الأقل لأنه الأطفال هنون أكثر يعني شيء بتأثروا بأهلهم. طبعا أكيد. سؤالك كتير حلو. هلأ أكثر شيء عم يجينا أسئلة واستفسارات أنه أنا كأم أنه عم خاف قدام ابني. طبيعي أنك تخافي، طبيعي أنك تبكي، بس ما يصير في عنا أنه الفقدان السيطرة على الذات، يعني الواحد يكون متوازن لأنه الطفل عم بيقلد وبنفس الوقت أنه إذا شافك خافي رح يخاف أكثر. صحيح. طيب اليوم خلينا نحكي نفسيا، اليوم نفسيا الطفل اللي بيتعرض لهي الصدمة بداية وقت الصدمة بتصير في أنواع، في أشخاص ما بتقدر تعبر وشفناها عند حالات الأمهات الشهداء ضمن الأزمة بيقولوا لك هيك بالعامية أنه أمه ما بكيت ما كان إلا ولا تصرف لا سلبي ولا إيجابي، هي فاتت بصدمة يعني بدها وقت لحتى تظهر. اليوم حتى بصدمة ما بعد الزلزال في أشخاص لهلأ ما بينت عليهم وبحاجة لفترة. اليوم هل ممكن يكون الشفاء تام من هي الصدمة أو ممكن يضل بذاكرته في أرشيف عم يرجع بالصور بالأحداث بالأصوات؟ هلأ نحن هون العلاج والشفاء من الموضوع بيتوقف على كذا شغلة. أول شيء الشخص اللي هو متعرض لصدمة يقتنع أنه أنا متعرض لصدمة وبدي أطلع منه. نعم. الأشخاص المحيطين فيه، الطبيب اللي هو المختص اللي عم يتابع حالته، بالإضافة للآخرين المحيطين أنه هو شايف بس أنا المتعرض لهي الصدمة ولهي كارثة دائد، يعني هي شاملة لأكثر من شخص، أنا حدا طبيعي، أنا حدا ممكن أتعالج. طبعا كل شيء بايد رب العالمين. صحيح. بس نحن في عنا ذكريات مؤلمه، ومثل ما نحن بنعرف انه دائما الحزن او الاسى ما بينتسى، بيضل معلق بالذاكره مو مثل لحظات الفرح. اكيد. يعني خلينا نروح شوي لدور المدرسه لجانب دور الاهل، يعني سمعنا كثير هالفتره صار في حصص للتوعيه بكيف التعامل مع الزلزال، حتى شفنا صور على مواقع التواصل الاجتماعي كيف الاطفال يعني واقفين تحت المقعد عم يحاولوا يحموا حالهم، قديش اليوم هي الثقافه مهمه. هذا شيء كثير مهم لانه هلا نحن عم نعمل مثل كانه عم نعمل تبديد للخوف والهلع اللي صار، كمان شرح مبسط لكيف نحن بنقدر نتعامل مع الكوارث اللي ممكن تتعرض لنا باي لحظه. بعرف انا بكثير اوقات نحن ما رح نقدر نتصرف بالحذافير اللي هي مطلوبه، لكن انه انت تعرضي عليه انه شو ممكن يصير، كيف ممكن تتعاملي كثير منيح. قد ايه اليوم مهم لينه النشاط للاطفال اليوم ضمن الكارثه؟ عم نشوف اليوم الفرق التطوعيه موجوده بمراكز الضيافه لاهالينا اللي تضرروا بالزلزال، يعني رغم الموت ورغم الدمار ولكن نحن عم نشوفهم عم يروحوا للانشطه الترفيهيه الثقافيه لحتى يشغلوا بال الطفل شوي بعده شوي عن الكارثه، قد ايه مهم نحن نفرغ شويه وقت لهي القصه يعني حتى ببيوتنا نحن يعني. تمام. كثير مهم. انت عم تطالعين من حاله لحاله عم تعملي له التفريغ المناسب لحتى ما يصير انا عندي حاله نفسيه متازمه، ممكن يصير عندي حاله نفسيه بسيطه لكن التازم بيصير اذا انا ما كان عندي تفريغ، والشيء اللي عم يعملوه هدول الفرق عن جد يكثر خيره انه هو شيء كثير حلو كثير ضروري للاطفال. اكيد. بدنا نشكرك كثير لينيت يوسف الاخصائيه التربويه، شكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا.